كان لسه امبارح الاجتماع كان عباره عن ايه؟ الاجتماع كان عباره عن مناقشه اقاله الراجل ولا استكماله لمهمته؟ القرار اتاخد باقاله الراجل. طيب كان تخلى الايه كمان في الاجتماع ده؟ مين اللي هيكون مدير فني مؤقت؟ الاستقرار على الكابتن محمد يوسف مدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي. ده اللي حصل امبارح. امبارح ما تمش مناقشه اي سي في لاي مدير فني جديد للنادي الاهلي. لكن في نفس الوقت بيوصل عدد من السيفيهات بالاضافه للسيفيهات الموجوده في النادي الاهلي لدراسه بعض هذه السيفيهات والانسب للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه بدايه من النهارده، والاجتماعات في انعقاد مستمر. لجنه التخطيط للكره دايما في انعقاد لحد ان شاء الله باذن الله يكون في مدير فني جديد للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. دي قصه الايه المدير الفني.